أستاذ ياسر، العنوان الذي تراه مناسبا بالنسبة للتطورات الساعات الأخيرة في أوكرانيا؟ يعني ظني من قبل أسبوع نستطيع أن نقدم ونقول آلاف من شموع الميلاد تحتفل بعيد ميلاد بوتين 70. أتكلم عن الانفجار الذي حصل في جسر كيرش، وما تزال الاحتفالات في الألعاب النارية في مدينة بيلغرود، كل ذلك يحتفلون بعيد الميلاد 70. من يعلم هل سيستمر بوتين على رأس الحرم في حتى 71 ويرى احتفالات أقوى من هذه الاحتفالات؟ أوف، لا قوية هاي منك. نعم. طيب ماشي أستاذ رامي القليوبي، ما هو حديث الساعة في موسكو اليوم؟ إذا تحدثنا عن حديث الساعة فهو بالطبع التعبئة الجزئية والتطورات الاقتصادية، ولكن إذا تحدثنا عن العنوان العريض للمرحلة الراهنة فهو انتصار الصقور. فالآن نرى أن الأطراف الثلاثة للأزمة أي روسيا وأوكرانيا والغرب في كل معسكر انتصر حزب الحرب أو جناح الصقور. فروسيا تبدو أنها لا تريد أن تتراجع عن أهداف العملية العسكرية، بينما أوكرانيا لم تعد تسمح في استرداد الأراضي التي خسرتها بعد 24 فبراير فحسب، بل تسعى أيضا لاسترداد الكرم، وحتى هناك بعض العقول الساخنة في كييف. انتصار الصقور أستاذ رامي، انتصار الصقور تشير هنا سريعا إلى الحشد الجديد في بيلاروسيا واحتمال تكرار سيناريو محاولة الدخول إلى العاصمة الأوكرانية. إذا تحدثنا عن حالة بيلاروسيا تحديدا فالوضع غامض، فأن هناك شعور بأن لا، أنت قلت انتصار الصقور، هل تقصد هذه الإشارة أو لا تقصد شيئا آخر؟ أقصد أن انتصار الصقور في الحالة الروسية هو ناجم عن إصرار موسكو على ضم المقاطعات الأربعة وضمن الحدود الإدارية، أي وضع أعلى سقف للمطالب، وكذلك إرسال قوات إلى بيلاروسيا. وإن كنت أنا أتوقع أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا سيتنصل في نهاية الأمر من هذا، لأن الجيش البيلاروسي ليست له خبرة قتالية مثل الجيش الروسي أو الأوكراني، ولذلك هو حليف روسيا المتمرد سيتهرب من هذه العملية. طيب ممتاز أستاذ رامي، بداية مهمة أشكرك عليها، هذا أكثر من عنوان سنفصل في هذا وأكثر، بس خلينا أخذ منك أستاذ ياسر ما بدأت به، بوتين قد لا يحتفل بعيد ميلاده 71؟ ظني هناك حالة فصام ما بين جناح الصقور كما ذكر ضيفكم في روسيا الذي ستكسر شوكته فيما إذا هبطت مثلا منطقة من المناطق المحتلة حديثا، المناطق الأربعة، أتكلم على خيرسون وجه التحديد، فيما إذا استعادت أوكرانيا أراضيها المحتلة ابتداء بخيرسون فهذا هو يعني لي بداية التهاون بالنسبة يعني منطقة الصقور في الجيش الروسي أو من يحكمون روسيا، وسيعلو صوت من يطالبون بأن يخرجوا سالمين من هذه الحرب وكفى. بيضة قبان يعني عام لخيرسون الآن. صحيح، وظني أن بوتين لن يحتمل خسارة خيرسون وسيكون الأمر صعب جدا. خيرسون اليوم إخلاء المدنيين بناء على مطالب والي خيرسون المعين من قبل قوات الاحتلال الروسية يعني لي أن هناك مخاوف حقيقية على مدينة خيرسون التي هي عاصمة المنطقة. ظني عندما يتم السيطرة ويتم التمرير عبر النهر سوف يكون الأمر العسكري خطير جدا بالنسبة للقوات الروسية.